وليت كتعاد دابا في حالة سعادة. الأطفال مساكن بنات مكحلين والتكولة ملبسين ناظر والترابس مزوق إلى بشي باش كيوجدوا المولد اليوم في الليل عاود كيأشروا. وكانوا عندنا شي عائلة هنايا معروفين كيعملوا الهديات وسكسو كيهديوان الجوامع كيكون واحد النشاط كشي ما بقى منه والو. اليوم تبدل الناس آخرين، الناس هما هذوك، ولكن طبيعة الإنسان تبدلت، ما بقاوش الحباب، ما بقاوش الخوت، ما بقاوش الجير، ما بقات حتى شي حاجة، ما بقات والو، حتى شي حاجة ما بقى، عباد الله هي اللي كاينة. قبل يعني كانوا الناس كيحتفلوا به والعائلات كتجمع بعضها، وكانوا الوالدين ديالنا كيجمعوا العائلات فهمتيني، وكيكونوا مع بعضهم، وكان المولود يعني، وكانت كيعيطوا له، كانوا كيعملوا الهديات، كيطلعوا بعراقية، وكانوا الناس محبين مع بعضهم. كيجيو عند بعضهم، وكانوا عندهم واحد المولود واحد الشيء كبير، واحد العيد كيحتفلوا به. يعني تبدلت على دابا، دابا اليوم كل واحد كيشد الباب ديالو. حنا كنا قبل تبارك الله كنوضوا العائله والجيران، كنجمعوا كنأسروا ليله كامله، مدحوا الرسول صلى الله عليه وسلم. التقاليد الدبله اللي كانت ماتت مره، دابا كتشوف شي واحد هنايا بالزين كتعلى حلاوه كيفاش كانت، وكيعملوا لهم ديك السي خمسه دور النقره مع التريبسات مزوقين، كل شيء تقريبا فيما مشيتي تشوفهم. اليوم عندها حتى ديك السي مولد كنلبسوا فيه، كنحنيو فيه. عزيز عليك المولد؟ عيد مبارك سعيد، دخل عليكم الصحة والهنا. كان كيجيو عندي الناس هنايا كنكريلهم باش كيمشيو يزوقونا العواوي مساكن. لا اليوم مبقاوش حتى الكنسة كيجيو يسعسي، حتى الكنسة يجيو يسعسي وما كاينينش. لا لا شنو كيبقى فيا نتفكر ديك الشيء كيجيني يبكي وما نتصورش زعما، يا ريت كنا نرجعوا لديك الأيام زمان. كانت احسن من دابا، احسن من دابا. دابا كيبغيو يلغيو لنا كلشي، وحنا هذيك الاجواء ديالنا زعما نتمناوها ترجع لنا بحال اللي كانت. قبل كانت الدنيا منوره، وكانوا الناس مزيانين، وكانوا الناس ماشي بحال دابا. دابا تبدل ديك الشيء. شنو كان قبل؟ كانوا الهديات، كانوا كيعملوا، حضرت انا على الهديات وديك الشيء هضرت عليه. معرقيه مثلا كل واحد كيعمل على الجيف ديالو، شي كيعمل السكسو، شي كيعمل اللحم، شي كيعمل التريد، كل واحد شنو كاين. والليله كيتجمعوا والجيران كيتجمعوا الحباب مع بعضياتهم. الاحتفالات ديالنا مخالفه على ديالكم. حنا ليله العيد المولود كنشريو الحويجات الوليدات التقليديه، ماشي ديال الحويجات التقليديه. من بعد كان الليل ديال العيد كنباتوا وكنهللوا وكنذكروا الله وكنصليوا وكنحتفلوا وكنديروا واحد القصعه ديال الطعام فيها العظم ديال التمر اللي جات فيه، هذاك هو المزهر. بعد مرة فوز منها اللي جا فيه هذاك التمر، هذاك هو الزهر عندنا. اللي جا فيه العظم ديال التمر، هذاك هو الزهر، هذاك هو الزهر. كنا كنمشيو عند الاحباب وفي الصباح كنصبحوا باللباس التقليدي ونمشيو نتغداو معاهم. واحد الشيء زعما ما يتوصفش ديك الشيء، يا ريت لو كنا نرجعوا لزمان. عاد كاتينو كيكونوا كيوجدوا كيهيئوا من دابا ناين الطهاره اللي نهار العيد مولد، نهار العيد لا بالا، غدا العيد كيبداو يطاروا، وكيعاون عندنا كيبداو في الاصبع، وسابع العيد كيبداو عبوا عرائيه، ويا ما ساكل كدو اليوم كلشي كيديه الطبيب اليوم كيخافوا هذه اللي كيخافوا. انا ما نعرف المهم ما بقاش الحجه ياك. لا فين هو الحجه مسكينات. كانوا كيعملوا التريد، كانوا كيعملوا سكسو، وكيعملوا الحلويات، وكيعملوا فقاقص، وكان يعني ديك الشيء يعني عظيم. ما كنعملوا سكسو، كيعملوا لنا الرفيسه، كيعملوا لنا التريد، وفرحانين ما تصورش الفرحه كيفاش كانت. دابا ما تشي حاجه وجدت، ودابا ان شاء الله كنقولوا هذه العشيه ان شاء الله نتجمعوا عاوتاني ونشوفوا عاوتاني الحباب باش نجمعوا نعملوا الذكرى عاوتاني ان شاء الله. كيقولوا لنا ولدينا كانوا الهديات كيمشيو من بعراقيه، والناس يعني فرحانه، وكيطهروا العواول،
والناس كيلبسوا بحال العيد، كيلبسوا الثياب الجلالب والقناده، وكيصبح الصباح كيمشيو لتحويجاتهم وكيستمر النهار. هذاك هو يعني عندكم العيد المولد بحال العيد الصغير؟ اكيد حنا عندنا تقريبا العيد المولد والعيد الصغير والعيد الكبير ثلاثه ما كيتفرقوش. كنقول لهم الله يعاود علينا وعليكم هذا العيد المولد ان شاء الله الرحمن الرحيم، والله يكفينا شر الزلازل وشر الكوارث الطبيعيه، وكنتمنى لهم الصحه والعافيه للجميع، والله يعمر ربي يرزق الجميع احسن رزق. بلازم الله عليك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.